طيب وش تعلمت من 30 يوم في المنتجع؟ الشباب للسؤال ترى الكل، بس نبدأ بحسن. لا تقصرون والله فيكم، شوف كيف السؤال لخمة كذا على طول في موضوع، والله موضوع حساس. وإذا تبي الجد، أكثر شيء تعلمته في المنتجع تعلمت يعني مو لا تقتنع بكل شيء، أو لا تصدق كل شيء. أكون معك صريح، لا تصدق كل شيء. وبعض المواقف فعلا تكسبك أحيانا قوة، مهما كان. ممكن أنت انكسرت اليوم ولكن تتعلم حق بكرة. أي موقف يمر عليك، سواء موقف مر على حسن ولا مر على ناصر ولا على عبد الله، العكس أنا حتى أتعظ. مثلا عبد الله حصل له موقف في القرية، أنا أتعظ الموقف ولا أحاول أن أكرر نفس غلطة عبد الله. فأيضا حصل لي بعض المواقف كانت أخطاء بالنسبة لي، ممكن من طيب نية أو من حسن نية، بس صارت في الأخير ضدي، فالحمد لله على كل حال. بس حسن سلطان، سلطان يا أخي ضيع اسمك. أي اسمي ثاني واحد ان ترى انه قال لي ناسي اسمك ذيك اليوم. اما والله العظيم ضحكني. انا محمد منصور، سميني تركي. اسلم يجي اسلم. انا عن نفسي والله تعلمت اشياء كثيره. والله اول شيء تعلمت بصراحه بدون مجامله، لان اذا انت شوف اذا بتجامل بنزبد لك، ما عندنا اي مشكله. انا شوف قلتها بكل صراحه والله للامانه، في اشياء كثيره تعلمتها، بس هذه ابرزها. ابرز الاشياء احنا بدنا نقول، تقول شيء من ابرزها، يعني من ابرز الاشياء. ابرز الاشياء والله اشياء كثيره صدق. يعني اول مره اعيش تجربه، يعني جلسه زي كذا مقفله، الصبر اللي صبرناه. يعني انت وش الصبر؟ اللي ثبت، يعني الاشياء اللي كسبتها يعني تعلمتها الصبر. تجلس يعني مثلا مع اشخاص مدة 3 شهور، ربي أعطانا عمر، أو شهرين مع بعض، نومكم أكلكم سوور، جربتها ولكن ما هي بقدر المحبة اللي حبيتكم فيها. شدر الله يسعدك. الشيء الثاني اللي هو خروج الشخص منك. كيف؟ يعني إذا خرج منكم واحد شخص تقدر إنك بعض الأحيان ما تتحكم في مشاعر، هذه طبيعة الإنسان. وثاني شيء يعني في بعض الأحيان في قراراتك تحكم عقلك، وفي بعض الأحيان لا، يحتاج مشاركة الكل. وفي بعض الأحيان يكون القرار لازم يصدر من عندك أنت. يعني هذه واقعية. بعض الأحيان برا لا، في بعضهم يتأثر بقرارات غيرك. بس تعلمنا هنا اصدر قرارك بنفسك. خلاص إذا كان يستحق منك إيش، أنت وحيد اللي تصدر. وفي بعض الأحيان يعني يستحق إنه يشارك أحد الآراء. بس يعني في اشياء كثيره بس اني ما ودي افتكرها. طيب مشاعر، بتكلم بس بخلص بالموضوع ذا، بتكلم في المشاعر. تفضل. هو اول شيء كنت تعلمته انه اول شيء الصبر، وانه اثبتت عندي انه المثال اللي يقول تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هنا طلعت المقولة صح، يعني في أشخاص طلعوا، وفي أشياء هنا تصير إنه صح العكس ما تتوقع. وغير كذا يعني اعتمد على النفس صراحة. جميل. يعني في أشياء قبل أهم شيء، يعني ممكن غسل الملابس كلنا، غسل ملابسنا قبل من الكلمة، ما أتوقع بأحد كان هو اللي يروح يغسل ملابسه، ولا ترجع البيت تصحن، بس كذا يجي احد عقبك يضفن ويحطه بالغسالة ويطرقه ويجهزه لك. وغير كذا تجهز افكارك، اي شيء تبي تسويه بنفسك. خلاص واعتماد على نفسك بكل شيء، كل شيء تصير خلاص تعتمد على نفسك. والله في اشياء كثيره يعني انه حلو. طبخ، خبره طبخ، الطبخ والله صدق، والله الطبخ فرق 190 خبلت. شفت خبره بعض المناطق، يعني مثل اطباعهم، لهجاتهم، عاداتهم تقاليدهم، يعني مناطق مختلفه كلنا، يعني اللي من الشرقيه اللي من الغربيه، الحمد لله كنا كسعوديه، اللي الجنوب اللي من الشمال اللي من وسط نجد، يعني هذه تصير تعلمت ثقافات ما كنا ندري عنها. الحمد لله احنا كمجتمع سعودي يعتبر، اشوف ان عاداتنا وتقاليدنا يعني متقاربه جدا. يعني اي لا بس في اشياء يعني انت قصدك مثل الفنون، مثل الشباب، مثل لعب اهل الجنوب اللي شو اسمه القزوي. انا اتمنى اتعلم اللهجات ان شاء الله، ما الكلام بعض الكلمات يعني هذا اقسم بالله انا استانس. صحيح. اذا كان عندك خليط من المجتمع صراحه تدري متى استانس؟ اذا جلست مع تركي الموسى، حسن،
طريقة كلام، وأنا والله العظيم تعجبا عندك الصقري محسن اللي عرفت اللي كلكم تعبون من لهجاتهم تحسونه غريبة سلطان لا يزعل اللي تحس إذا تكلموا معك تحس بأشياء كلمات تمر عليك جديدة صحيح مثل هذه حقت العيال ميدو 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 هذه والله اني استانس جلست معترك على السالفه وفهد تركي دقيقه من اللي يقول ميدو فهد حركان اهل الجنوب تركي تركي الموسى انا في موسى اقول ميدو في كلمات اشوفها يعني الشباب بس ما اعتقد في شيء احلى من تبي تنام تبي تنام حقت الصقري حقت الصقري بوه بس ايش اسمه بوه ميرنيم ميرنيم على طاري ايش سبت انا ها يعني ما شاء الله في عندكم عرق اجنبي في 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 موضوع سلطان جو جو عجل قول جو نعم والله حسام فيكم على القصيم والله كان على راسي بعد راسي بهمر نيم لي وش يعني وتزور نيم نفسه لا بهمر نيم يعني مثلا تجي انت مثلا تقول وين حسن اقول حسن موجود بس انه بهمر نيم بوه موجود مير لكن نيم يعني نايم ايه عطاني سوانا يوم يقول ايش اسمه ايش استفدت؟ لا تحكم على الاشخاص من اول نظره مهما كان او حتى لو صار بينك وبين موقف لا تحكم على الشخص هل هو طيب او سيء. عز الله. اي فانا في المنتجع يعني اول في نظرات اشوف انه لا انسان سيء مستحيل ادخل معه ولا اسولف معه نهائيا. سبحان الله اتفاجئ مع الايام رجل من افضل الاشخاص اللي تعرفت عليهم. هذا اللي انا اللي تعلمت فيه مثل ما قلت الصبر اني انا اول ما كنت اصبر على جوالي شو هو جوال لازم كذا لازم لازم حتى لو ما في اي شيء حتى ما حد يرسل لك او ما عندك اي شيء في بالك بس لازم سبحان الله هذه استفدت منها يعني وش بعد لما تكلم يقول حتى الاعتماد على النفس اول حتى لو بغيت شيء كمبيوتر لصق نسخ فهمت اي فكره ما المخ ما يشتغل صحيح اي فلك الحين يجبرك اكثر شيء يجبرك اكثر شيء نفسي كلكت عصر ذهني والله صرت اكتب سيناريوهات ذهني صرت اكتب سيناريوهات مو طبيعي والمشاعر يوم يقول برجع لك على المشاعر عندك شيء بتضيف ولا لا لا. انطلق بسم الله نحو الهمم يعني تقول المشاعر انا بعد تجربتي مع المرض سبحان الله احس ان اي موقف يمر علي احس انه بسيط مقارنه بالموقف اللي مرت فيه يعني احس ان المشاعر عندي تصير بارده صح اني مثل داخل يعني سبحان الله تقطع قلبك مهما كان يعني شخص جلست فيه سولفت فيه انا اتكلم الشباب يطلعوا يعني بالحين الشباب والله بعضهم نزلت دمعتي عليهم فهمت علي؟ وبعد والله اني احترق من داخل ولا ابين برا، فاقول لك يعني بعد تجربتي مع المرض احس اي موقف يمر علي اشوف انه عادي جدا مقارنه باللي مر علي، انا شفت الويل انا للامانه، شفت الويل وشفت الموت. يعني لو اتكلمكم عن الحياه انا ما سبحان الله انا ما ودي ان اتكلم بالموضوع ذا كثير لان اشوف انه يعني الناس تبغى تبي بيني وبينك تبي تنبسط. يعني تبي تشوف حتى الشباب كلهم ان يعني الامور الحزينه ما يبغونها، فانا احاول اني اتجنب انا احاول اجنب كثير ما اضطر لتجربتي لكن يوم تقول المشاعر اغلب حلو الانسان لما يطلع من مرحله الى مرحله يتحدى نفسه يتحدى الصعوبات يتحدى المرض انا اقسم وحلو انك تكون نموذج مشرف لاي شخص يعاني من المرض ترى عندك باقي امل اول شيء ثق بالله سبحانه وتعالى وواصل علاجك واصل اي شيء ممكن يكون سبب الحمد لله لساني الحين ترى اقل من السنه خلصت مرحله يسمونها مرحله الخطر اللي هي بعد تخلص كيماوي تجلس خمس سنوات هي لازم تراجع يعني أول ما تخلص الكيماوي ثلاث شهور بعدها ست شهور بعدها سنة فهمت على الرتم ذا لازم تجيهم سنوي لازم تكون متواجد عندهم تسوي فحوصات كاملة على الجسم كامل يعني شوف سمح الله في ورم في شيء طالع بالجسم يعني ما تضمن خمس سنوات يسمون مرحلة خطر فالحمد لله يمكن لي أقل من سنة خلصت اللي هي تعديت مرحلة اللي يسمونها مرحلة الخطر أول كنت أوسوس على أتفه الأمور يعني طبيعي يعني اتفاق يعني طبيعي والله ما نام الليل والله ما نام وخاص كان انتكاس وعدا اتذكر الويل فانا اقول لك المشاعر عشان نرجع لسه ما ندخل موضوع ثاني اقول لك المشاعر والله العظيم تمر علي مواقف اسمع قصص كثيره صح من داخل بس انا اشوف انها عندي شيء بسيط جدا 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 يعني مريت بشيء ايش اقول لك اشوف انه اكبر شيء مر في حياتي واتوقع ان احد يعني عاش التجربه بيقول لو يجي اي قصه بقول لا ما سبحان الله تحسن مثل شقول تبلد هاي تبلد عاد ما عاد يعطي مشاعر ما عاد الا فالحمد لله انا اصلا اشوفك عادي تضحك وتسولف يعني ما نعتقد ان عندك مشاعر انا اتكلم على المشاعر الشباب اذا طلعوا موقف حزين مر علي قصه سبحان انا اشوف
اكثر شيء تدمع عيني عليه في برنامج ما اذكر اسمه، احب فرحه الناس. اقسم بالله يا عيال ما حلفتوني بالله ان عيوني تدمع تلقائيا، يعني خاصه بالدوام بعد الحين اذا كان ما عندي شغل اتابع بعض البرنامج يمكن تعرفونه حق مواهب فتشيك شخص يعني كل اللجنه يجوزون انه يقبلونه، فتشوف رده فرحته خاصه دخلت على امه ودخلت على ابوه ودخل مع ابوه وخاصه الاطفال، اقسم بالله تلقائيا تنزل دموعي. تلقين تنتزل دموع. انا قلت لك قبل شوي ان اشوف انه ما عندك مشاعر لانك تضحك وكذا، هذا لان سبحان الله اتكلم عن سام البعض، البعض الناس لما يشوفك تضحك وتسولف وتنبسط دلاله على انك ترك ما انت مهتم، ما انت متاثر، ما انت، وبعضهم ترى ممكن انه يخفي داخله بلاوي ومصايب كثيره. ما يعني اي شخص قدامك انه يضحك ومبسوط ومفتل، انا صعب ابين للناس كلام المشاعر الرجال تحسن نحزن خلاص نقفل الموضوع. والله ابشر من عيوني يا قلبي، ولا تحزن اولا انك لا تحزن. لا كنت بخش في نوم انا بعد إيه. يعني ساعات نجيب النوم يعني الله يسلمك تجيب الكلام من نفسك كمل يا حسن لا سبحان الله، لان كثير من الناس حتى بعض يمكن صادفت انت، صادف سلطان، صادفت انا بعض المواقف اللي فعلا تكون بهالطريقه لما تضحك ولا تسولف، مثلا واحد من اصدقائك او شخص يعز عليك متضايق انت عشان موضوع، بعدها طلعت مع اهلك ولا صورت في سناب ولا شيء وانت تضحك قال ايه واضح انك والله مهتم بالموضوع اللي انا فيه ولا محترق. طيب انا محترق من داخل، تبيني مثلا افتح جوالي واصور اني اصيح ولا كيف يعني، ولا وش اللي اسوي عشان اثبت لك اني انا متاثر في الموضوع؟ بعض الناس تفكيرها غريب، يعني مهما كان ناصر يعرف معزته عند حسن، يعني لازم اني انا شوف انا تبان علي شعورك شعوري خفت يا اما هذه المرحله ذي دبيبي حساس بزياده، يعني كلمه الواحد وقال كلمه احس بالالف حساب، حتى لو قالها مزحه تحس بخاطري هذه. بس الفتره الاخيره 16 صار عندي تبلد، لكن الجانب الثاني اللي اتكلم يعني تمر على مواقف حزينه اشوف انه يعني صح اني انا احزن وتضايق وحن يمكن، لكن المواقف اللي يقول لك فيها فرح مره، فهمت؟ اقسم بالله عيني تدمع تلقائيا. ايش فيكم؟ وش السالفه؟ على اذنكم لا وش السالفه؟ نتكلم عن المشاعر احيانا، ما يحتاج تكملون السالفه نقفل الموضوع نمشي يعني المشاعر سالفه البيع. بعض الناس سبحان الله مشاعرها زعل سلطان. ليه يا سلطان خفت يعني؟ والله العظيم اللي بغيت اقول انت ريع مسلم ما يجوز. تعال سلطان بالله ما تذكرت احد في الموقف ذا؟ والله ماجد والله العظيم ماجد يا جماعه ما يستر عليه يوفقك ان شاء الله. يا سلام تقول فاحيانا ممكن ساير يوافقني بالموضوع هذا. قلت لك سبحان الله بعض الناس تكون عندها هذه رده الفعل، ما انت بداخل قلوب الناس عشان تحكم. مره من المرات كان احد الصحابه اتوقع انه اسامه بن زيد، وهذا الموقف سبحان الله شارعنا اسمه اسامه بن زيد كهذا الموقف بيتك خلاص الحين الله يعينك. هذا الموقف سبحان الله دائما استشهد فيه مع كثير من الناس، لما يجيك ويتكلم مثلا انا قلت كلمه فيقول لا انت تقصد وتقصد وتقصد، يا اخي انت دخلت قلبي عشان تفسره. شوف اللي يقول تقصد هذا ودك طال عمرك تمسك طال عمرك تقول تعطيه قال السائل ما اقصد اقصد الله يستر. ها ترى تنقلك لين يعرف انك تقصد ولا ما تقصد صادت القرصه انت. فهذا مره من المرات اتوقع انه اسامه بن زيد رضي الله عنه حصل له موقف في احدى الغزوات واحدى المعارك، تقاتل مع واحد من الكفار والمشركين، فلما جاء بيقتله جاء ذاك الكافر قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ضربه وقتل قتل هو مسلم لا اسلم اسلم يعني في لحظه خلاص لحظه موت. يعني انا الحين ناصر مثلا يقعد يغلط علي يغلط علي يغلط 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 يغلط، لما اجي امسكه قال يا رجال انا اسف، وش عقبه يوم اني مسكتك ليه ما قلت اسف من قبل؟ فهذا نفس الطريقه فقتله اسامه بن زيد ما خانتني الذاكره. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتب له اقتلته بعد ان قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله؟ فوضح له قال يا رسول الله يعني ما قالها الا خوفا من السيف. هل شككت عن قلبه؟ كررها النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلته بعد ان قالها؟ قال يا رسول الله كررها مره ثانيه قال خوفا من السيف يا رسول الله مو يعني مو مؤمن فيها.
فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ومعاتب وبقوه قال اشققت عن قلبه؟ انت تدري وش داخل قلبه عشان تتكلم بهالطريقه؟ حتى لدرجه اسامه زيد يقول تمنيت اني ما اسلمت الا بعد هالحادثه، من شده ان النبي صلى الله عليه وسلم عنف عليه على مثل الموقف. لما تدخل في نيه احد تتكلم عليه ولا يا اخي تعال امسك فلان من الناس، تعال انت قلت كيت 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 كيت، وش تقصد؟ ليه انت تظلم الناس برده فعل؟ والمصيبه لما تحول الناس كلها انا ناصر ولا ساير غلط علي، اقول ترى يا جماعه سوى وهي يمكن انا فهمت وجهه نظرها غلط.